اسمي مريم أزكار، أنا رجالة ديال يوسف رميلة، أنا 18 سنة وأنا ساكنة في هاد الدار، 18 سنة وأنا ساكنة في هاد الدار، عمر داك الولد هز فيا العين ولا شاف فيا ولا أداني ولا قاصني ولا حداني، أنا البارح يوم الثلاثاء أنا كنت كانوا الجيران ديالنا عندهم، كانوا الجيران ديالنا عندهم واحد الحفل حفل عقيق، المهم كان ديال واحد السيدة كانوا كاع الجيران كانوا في ذاك الحفل، المهم الدراري طاح يوسف في كومباطا جايبينو كوما جايبينو دقاو تيدقو ما لقاو حتى شي واحد في الدار، أنا عندي بكالوريا وكنحفظ ما كنمشي لا حفلات لا حتى شي حاجة، السيد جاو للدار بداو كيدقو ما لقاو حتى شي واحد، أنا مشيت كنجري عند مو جبت الساروت حليت لهم الباب وطلعوا الدراري، أنا ما قدرتش نطلع مع الدراري للدار حيتاش الدراري بيناتهم وخليتهم كيدقولوا لانسولين وداكشي ديالو، المهم وجات الأخت بقى حتى لداك الثمانية وجات الأخت ديالو عاد طلعت معاهم المهم انا براسي كنت مريضه بزاف ومشيت كنقلب على بيرمانوس مع 9 ديال الليل وخديت الدواء خديت واحد الكينات وسيرو وجبتو وعيطات لي الاخت ديالو خديجه وقالت لي اجي قالت لي عافاك الا جبتي الدواء عطي ليوسف معاك الدواء وجبت الدواء وقطعت جوج كينات عطيتها الاخت ديالو وكان جالس معانا وطلعت عنده طلعت معاه عاوتاني انا وياه للسطح ومشى جابلو الدري الصغير طاكوس للاخت ديالو وطلعت عندنا السطح وبقينا جالسين انا وياه في السطح كنتكلموا انا وياه صافي هكاك وهبطت بحالاتي ومازال هو في الدار وكيتقطع بالوجع ومهم السيد كان حاله لا يرثى لها يعني ما غيقدرش يدير هذا الشيء وهو ماشي في المستوى ديال هذا الشيء وهو ما يقدرش وما يحادي حتى شي وحده وحنا يا ربعه ديال البنات في الدار وعمر هز العين في شي وحده عمر داك الانسان هز العين في شي وحده ونشهد فيها نبقى بكلامي حتى الغدا يوم القيامه وهذا الكلام ما يتحيدش لي خويا السيد هذا راه خونا وكان معانا وغير مظلوم هادشي هذا اللي تيقولوا عليه راه ما كاينش حنا في الوقيته اللي وقع هادشي السيد راه مشى لدارهم مريض وصلناه كاملين حنايا الدراري وفين وقع الحادث فين كاينه البنيه وقفنا ولقينا البنت ودرنا بها مالكي جاو البوليس وهبطنا كنقلبوا معاهم تنقولوا البنت كي دايره عطاتنا المواصفات ديالو كتقول لنا الدري طويل وزعر والدري ديالنا ما فيهش هاد المواصفات هادو وهذا راه غير باطل حطوه عليه ما كاينه حتى شي حاجه من هادشي هذا والله ياخذ الحق.